تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، عقدت كلية الاتصال في الجامعة مؤتمرا دوليا بعنوان أخلاقيات الإعلام وقوانينه في دول مجلس التعاون الخليجي. عقد المؤتمر بالتعاون بين جامعة الشارقة ودار الخليج للطباعة والنشر ومؤسسة الشارقة للإعلام، ويأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الجامعة لدراسة القضايا التي تشغل بال المجتمع، تأكيدا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وترقيته في شتى المجالات ومنها المجال الإعلامي الذي يمتد إلى شتى مجالات الحياة الفردية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية. المؤتمر أخلاقيات الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي اللي تعقد جامعة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة الإعلام في الشارقة ودار الخليج هو من المؤتمرات التي تم عقدها في جامعة الشارقة حتى تكمل سلسلة المؤتمرات التي عقدتها جامعة الشارقة في مختلف التخصصات. احنا في مؤسسة الشارقة للإعلام حرصنا ان نشارك في هذا المؤتمر المهم صراحة موضوعا وكذلك مشاركة. هناك دكاترة يعني ومختصين في المجال الإعلامي، يهمنا نسمع آرائهم ومرئياتهم ودراساتهم في هذا المجال. تناول المؤتمر في محاوره الرئيسية الضوابط الأخلاقية لمعالجة وسائل الإعلام للصراعات ودور وسائل الإعلام في بناء السلم المجتمعي وصيانة الخصوصية الفردية وحماية الملكية الفكرية ومواجهة جرائم الإنترنت والعنف في السينما والتلفزيون ومواجهة جرائم السب والقذف عبر وسائل الإعلام وأخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي ومواثيق الشرف الأخلاقية. مؤتمر قوانين الإعلام في دول الخليج والأخلاقيات المنظمة للعمل مؤتمر جدا مهم بسبب التطور المستمر الحاصل في قوانين الإعلام المصاحبة للعمل الإعلامي. نحن نعرف أنه قوانين الإعلام صاحبت العمل الإعلامي منذ بدايته. بالنسبة للأخلاقيات اللي طرحت داخل المؤتمر هاي ممكن تفيدنا كطلاب في الحياة المستقبلية وراء التخرج، تفيد بتطبيقها في حياتنا العملية. هذا المؤتمر أضاف لي كتير أشياء خصوصي لما حكوا عن الأخلاقيات. نحن قربنا نتخرج وهذا الموضوع كتير بهمنا بموضوع الشغل لما نروح على مجال العمل، فمنواجه بعض المصاعب يمكن، فهن شرحونا عنهم وعن الأخلاقيات اللي لازم نلتزم فيها في كل مجالات حياتنا. إحنا بعصر بنعيش فيه يعني بصير فيه كتير زي تلاعب بالإعلام يعني بالأخبار اللي عم توصل للمشاهد، فهذا المؤتمر يعني ساعدنا علمنا كيف إنه لازم الواحد كإعلامي أو كاتب أو أديب يكون ملتزم بالمعايير الدولية اللي خاصة بالإعلام. بداية ولأن مهنة الإعلام تقوم على أسس أخلاقية وقانونية يتعين على الإعلاميين التحلي بها والالتزام بمضمونها، هذه الأسس ترسخ مستوى مهنيا رفيعا يجعل من الإعلام قوة دافعة لتطور المجتمعات وفق قيم الحق والعدل والتسامح والصدق والنزاهة والمسؤولية واحترام الكرامة الإنسانية وقبول الآخر.